السلام عليكم. لمع وصفات ام وليد راح ندير واحد الوصفه رائعه بالروز بالخضره، حاجه على السريع، حاجه خفيفه، تكوني مشغوله ما عندكش الوقت، خدامه ما دخلتيش بكري، راح تساعدك بزاف هذه الوصفه. اذا انا راح نستعمل اليوم ارز بسماتي، يعني الحبه البيضاء، ولا تقدري ديري اي روز تحبيه، المهم نفور ولا، لكن هاد البسمتي نحب البسمتي ما نكذبش عليكم، مام يعني طايب غير في الماء والملح ويجي بنين. اذا هنا عندي الماء، ندير كميه تاع الرز اللي راح نحتاجها، يعني راح تكفي افراد العائله، ندير لهم كميه تاع الملح ونديرهم يغلو فوق النار حتى يطيب لي هذاك الرز ونصفيه. بعد ما طاب الرز تاعي نصفيه، لازم كي تصيبي الحبه تاعك طريه يعني طايبه نصفه ونشلو بالماء بارد مليح، لازم غير تصفيه تشليه بالماء بارد مليح مليح، اذا نبقى نشلل فيه بالماء ونخليه يقطر مليح ونجوزو للمرحله اللي موراه. بعد ما طاب الرز تاعي وصفيته، ها هو معايا كما شفتو هنا، غسلته مليح بالماء بارد. راح نحتاجو هنايا عندي كورجات مسكرفجه، حبيبه تاع كورجات مسكرفجه، وحبيبه تاع زروديه مسكرفجه، سكرفجتهم في الخشيم، يعني احسن تسكرفجوها في الخشيم، حبيبه تاع فلفل خضر مقطع رقيق، والزيت بطبيعه الحال باش نطيبوا هذه الخضره. ندير شويه تاع الزيت سخن وندير هذيك الخضره كامل مع بعض. يلا حطوا ما شاء الله، ندير البصل، ضربوها الطريقه بلا بصل يجي بنين مع هذاك الفلفل الاخضر، نخليهم على النار، ندير لهم شويه تاع الملح، قيس الخضره فقط لان الروز تاعنا طيبناه بالملح، ندير لهم شويه تاع فلفل الكحل هذا واش راح نديرو، ندير لهم شويه تاع المعدنوس مقطع رقيق ناشف ولا طري كيما حبيتي. اذا ونبقى نخلط فيهم حتى يتحمروا لنا مليح، ونبداو يتحمروا لنا، نزيد نخليهم شويه حتى يولي عندهم هذاك اللون، هذاك المحمر الشباب. بعد ما طابت هذيك الخضره شوف كيفاش تحمرت، ريحتها هايله. اذا نزيد هذاك الرز، شوف الرز تاعنا كيفاش جانا، جا على حبه. اذا نضيفوا على هذيك الخضره اللي درناها، ونخلطهم مليح فيعاود يسخن لنا هذاك الرز ويدي لنا كامل من البنه تاع الخضره اللي درناها. اذا نخلطهم مليح، انا ها هو وجد، نسربوه ونقدموه. الوصفه تاع الهالي راهي واجده معنا، ونسربيها. تقدري تقدميها مع دجاج مثلا، حبيتي تحمري دجاج ولا تقلي سكالوب ولا، وتقدميه مع هذا الرز الرائع يجي بنين. نتمنى انكم تجربوه كوجبه خفيفه ولا وحده مع سلطه، وانتي درتي احلى وجبه. الوصفه تاع نهار اليوم هاي معنا واجده، الرز على حبه بالخضره، تقدري ترافقيه مع اطباقك الرئيسيه، كما تقدري هو يكون طبق رئيسي مع سلطه، حشا خفيف ولا غدا خفيف، اللي ما يكونش عندك الوقت ولا، راح يساعدك بزاف. اذا جربي الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.